وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدث سعادة السيد علي إسحاقي عضو مجلس النواب وعضو وفد الشعبة البرلمانية عن أبرز المبادرات والتصورات التي طرحت في الاجتماع الدوري 16 لرؤساء البرلمانات الخليجية. خلال جلسة اليوم تم أكدت معالي الرئيس فوزية بنت عبد الله زينب من خلال الورقة التي قدمتها بأهمية اللقاءات البرلمانية الخليجية، وأنها تساهم بشكل كبير وفاعل في مواصلة العمل البرلماني المشترك ودعم المشاريع الخليجية الموحدة على مختلف الأصعدة. وطبعا في ختام ذلك أجمع جميع الرؤساء والحضور إلى الحاجة لمزيد التنسيق ما بين البرلمانات والمجالس التشريعية الخليجية ولجان الصداقة الأوروبية، وذلك توحيد المواقف ودعمها.